السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا متابعي قناة الأرباح. في طريقة جديدة لربح الإنترنت، اليوم سنتعلم أو سنشرح كورس كيف ستربح من الأفلييت للمبتدئين بطريقة بسيطة. فقط تابع معنا هذا الشرح، سأقدم لك بعض الأدوات أو بعض المواقع بخدمة مجانية ستنجح فيها إذا طبقتها وقمت بالاستفادة من شيئين مفيدين، وهما جمع قائمة بريدية خاصة بك وبداية الربح إن شاء الله من أي موقع أفيليات تعمل عليه. تابع معي هذه الاستراتيجية. قبل بدء الشرح أرجو الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أيضا هذه القناة الخاصة بنا فيها كثير من الفيديوهات للربح من الإنترنت وخاصة فيديوهات الأفيليات. أيضا ستجدون طرق واستراتيجيات وأدوات مجانية في هذه القناة، فقط زوروا هذه القناة ستجدون كل ما تحتاجونه. أيضا نقدم خدمة لإنشاء موقع أفلييت لمن يريد شراءها، فقط يتواصل معنا في حسابنا الفيسبوك، ستجد الرابط أسفل الفيديو. ونتوجه إلى الشرح. أول شيء إخواني، الأفلييت تستطيع العمل بأي موقع سواء نيترو بروفيت، كليك بانك، مثلا الموقع الذي شرحته في آخر فيديو. هنا استراتيجية للربح من موقع موريتش كما تشاهدون. ايضا كثير من المواقع الافلييت المجانيه والتي تقبل دول عربيه شرحتها في هذا الفيديو وايضا هذا الفيديو. انا اليوم ساطبق الطريقه على كليك بانك، لذا احتاج شيئين. الافلييت يكفيك اول شيء اخواني هو صفحه هوبوت. اذا كانت لديك صفحه هوبوت يعني ستقوم بجمع الفائده من صفحه الهوبوت، جمع ايميلات حقيقيه وأيضا مستهدفة مليون بالمئة، عكس الإضافات الأخرى التي شرحتها في القناة، فهي تأتي لك بإيميلات لكن إخواني إيميلات مستهدفة بنسبة 90%، ترسل لهم قد يشتروا وقد لا يشتروا. لذا من الأحسن العمل بمثلا صفحة هوبوت. ستشترك بأي شركة مجانا مثل كونفرت كيت، تقدم لك 100 مشترك يعني 1000 إيميل إخواني، عفوا 1000 إيميل، 1000 سبسكرايب، 1000 مشترك، تستطيع حصول على قائمة فيها 1000 شخص مستهدف أحسن من قائمة فيها 2000 إيميل وغير مستهدفة. كيف سنقوم بالعمل؟ سنعمل بهذه الشركة إخواني أو هذا الموقع كونفرت كيت، فهو مجاني 100%. عند الضغط على بريسينج ستجد أنك تستطيع الحصول على 100,000 مشترك مجانا. ايضا اذا كان لديك راس مال وتريد الحصول على بعض الاضافات الجيده مثل الدومين احترافي وكل شيء والسيبور وكل شيء، تستطيع الاشتراك في الشهر ب $29. وهنا في الكرياتور برو ب $59 لمن يريد التخفيض، تجدون الرابط اسفل الفيديو. انا لا اروج لهذه الشركه اخواني، فقط لمن يريد العمل ولديه راس مال. توجد هذه الشركه وايضا موقع شرحته من قبل، ساترك لكم رابطه اسفل الفيديو. الان اخواني ماذا سافعل؟ ساشترك بالاشتراك مجانا، تضغط على سين اب، تقوم بوضع الايميل بعض المعلومات وانت فتحت ايميل. بعدها اخواني انا لدي حساب في هذا الموقع كما تشاهدون. اول شيء اضغط على انشاء لاندنج بيج، اضغط هنا على لاندنج بيج اند فورم واضغط على كرييت. بعدها اخواني استطيع الضغط على فورم وهي خاصه بالايميل وايضا لاندنج بيج التي سنعمل عليها، اضغط هنا فقط. وهنا ستختار التمبلت المتوفرة. بعد إخواني كما تشاهدون كل التمبلت، نحن نحتاج فقط صفحة هبوط بسيطة نقوم بإنشائها. أول شيء أضغط على هذا الخيار، أعتقد أنه جيد لأنه ستقوم بالحصول على إيميلات بهذه الطريقة. مثلا هنا هذه الصفحة أظنها جيدة، أضغط فقط على شوز أو بريفيو لمشاهدتها. أنا فقط سأقوم بعمل صفحة بسيطة جدا هنا كما تشاهدون، صفحة هبوط بسيطة جدا. وهنا الإيميل تستطيع الضغط هنا، أيضا هنا زر تحميل. سنعود إخواني أختار تمبلت بسيطة فيها هنا إخواني، أستطيع مثلا اختيار هذه التمبلت، أضغط عليها فقط. أنت اختار التمبلت التي تعجبك. أول شيء إخواني أظنها احترافية، فقط هنا تقوم بوضع الإيميل وهنا الصورة الباك جراوند، تستطيع التعديل عليها فيما بعد. أول شيء إخواني سنقوم بحذف هذه، لا نحتاجها، وتقوم بكتابة أي شيء أو تقوم بحذفها مباشرة. بعدها إخواني الباك جراوند أضغط على الجنراليست وأختار مثلا هنا. أول شيء سأقوم بالنزول إلى الأسفل لتغيير الصورة، أقوم بتحميل صورة خاصة بالمجال الذي أعمل عليه. المجال الذي سنستهدفه
كما تعودنا الويت لوز اخواني تقوم بالبحث في كليك بانك مثلا او نيترو بروفيت، واختار مثلا جرافيتي هنا في الرانك جرافيتي. مثلا ساختار كاستوم كيتو دايت، فهو منتج ذات مصداقية وايضا يحقق مبيعات كثيرة وكثيرة. ما افعله اخواني اقوم بالتوجه الى احد مواقع تحميل الصور مثل بيكسل هكذا، وهنا اخواني اقوم بالبحث مثلا كيتو هكذا، كيتو يعني كيتو دايت، اضغط على هذا الخيار واختار احد الصور التي تظنها انها جيدة. مثلا ساختار هذه الصورة، اضغط على فري داونلود يتم تنزيلها. اعود الى صفحة الهبوط هنا، اضغط على هذا الخيار واقوم بتحميل الصورة خاصة بي بالضغط على هذا الخيار، ثم اتوجه الى التحميلات، ساجد الصورة، اضغط على اوفريل، انتظر قليلا فقط اخواني الى ان يتم تحميلها. تم تغييرها كما تشاهدون، وهنا صفحة الهبوط لن تظهر كما تشاهدون اخواني. جيد، هنا تم تغييرها، ساريك فيما بعد كيف تظهر. هنا الايميل اخواني كما تشاهدون تحت كما هي، تستطيع اضافة مثلا نايم هنا او تستطيع حذفه كما تريد بالضغط على ديلات. جيد، تم حذف هذا الشيء. ايضا مثلا في الهيدينج تستطيع ايضا تعديل وضع، مثلا تقوم بكتابة عنوان ملفت، مثلا نحن سنقوم بالترويج للكيتو دايت، لذا سنتوجه الى المحرك البحث جوجل ونقوم بكتابة مثلا توب كيتو دايت فودز. مثلا هنا فقط سنغير توب 5 هكذا، 5 نقوم بوضع 5 كيتو فودز، يعني افضل او افضل المنتجات او اطعمة، 5 اطعمة لنظام حمية الكيتو دايت. اضغط على كوبي، اعود هنا اقوم بوضع في الهيدينج. جيد، هنا فقط يجب ان تنسق، تقوم بوضع حروف صغيرة وكبيرة لكي تظهر باحترافية. جيد هكذا، فود. هنا مثلا ايضا مثلا ساقوم بكتابة شيء في تراديكسيون جوجل، هنا ساقوم مثلا بكتابة هنا اخواني افضل، شاهد ماذا ساكتب هنا. فقط قمت بكتابة اخواني مثلا ملف افضل اغذية الخاصة بانقاص الوزن طبيعيا، قم بالضغط على كوبي وهنا قم بوضعه في صفحة الهبوط. جيد، وهنا كل شيء جيد. هنا مثلا قم بكتابة الاكشن اخواني، هنا قمت بكتابة ادخل الايميل لحصول على الملف، اقوم بنسخها ووضعها هنا في زر التحميل هنا مثلا، شاهد باست. جيد، وهنا استطيع التكبير وتغيير اللون كما اريد اخواني. هنا فقط اخواني تعود الى صفحة الهبوط، فقط انتري يور ايميل، تقوم بوضعها هنا اخواني لكي لا تخطئ، لكي يفهم enter your email to get the file. هنا يقوم بإدخال الإيميل، وهنا مثلا تقوم بوضع مثلا هذه الجملة get access here هكذا، طريقة بسيطة يعني لن تحتاج فقط الترجمة. وهنا جيد، كل شيء جيد، تستطيع تغيير اللون، تكبير، كل شيء إخواني، تستطيع التعديل كما تريد. هنا مثلا سأقوم بحذفها هكذا، لا أحتاجها. بعدها أضغط على save and publish، وهنا شاهد اخواني عند الضغط على شير اقوم بنسخ الرابط، ونشاهد صفحة الهبوط كيف ستظهر. قم بوضعها هنا باست في نافذة خفية والضغط على انتر لنشاهد فقط. بعدها كما تشاهدون صفحة هبوط بسيطة جدا، وهنا يدخل ايميل يتحصل على الاكسس، استطيع تغيير اللون فهو لا يظهر. هنا فقط تضغط هنا وتغير اللون كما تريد، مثلا اللون ازرق. جيد، هنا هكذا، وهنا مثلا اللون سنغير اللون الى اللون. جيد، هنا تم تغيير، كل شيء جيد. بعدها اخواني ماذا سافعل؟ اضغط على السيف. قبل الضغط على السيف نقوم بالتعديل على بعض المعلومات وهي رابط الافيليت الخاص بنا. اول شيء اضغط على السيتنج هنا، وهنا اقوم بحذف هذه الرساله والضغط على ريديركت باج هنا، واقوم بوضع الرابط الافيليت او رابط الملف. الملف اخواني الجمعية تسأل من اين سنأتي بالملف؟ الملف طريقة بسيطة جدا. اول شيء تحتاج الى ملف دوكس، كل شخص لديه، كل شخص في الحاسوب الخاص به اخواني لديه جيميل، والجيميل اخواني مباشرة عندك كتابة في جوجل دوكس ستجد انه يفتح لك هذه الواجهة.
هنا هذه الوجهة إخواني سنقوم بتثبيتها. نفس الشيء top 5 keto diet، أتوجه إلى جوجل وأقوم بالبحث على هذا الشيء. سنجد أحد المقالات مثل هذه المقالة المأخوذة من موقع عالمي Healthline. هنا هذا الموقع إخواني يقدم لك أكثر من 16 فودز. نحن ماذا سنفعل؟ سنختار فقط 5 مقالات، عفوا 5 أطعمة كما خبرناهم، وهنا سنقوم ب مثلا أخذ هذا الديسكريبشن هكذا، الوصف البسيط. أقوم ب أول شيء نسخ العنوان كوبي، أقوم بوضعه هنا، لصق، شاهد كيف سأفعل، أو أعيد لصق بدون تنسيق هكذا. هنا في الأسفل أيضا سأقوم بنسخ هذه الوصف هكذا كوبي، لكن ماذا سأفعل به؟ سأتوجه إلى موقع كيلبوت، لن أعيد الصياغة، فقط أضغط على خيار سيمارايزر يعني اختصار، أضغط على باست نختصر هذا الديسكريبشن، أضغط على اختصار في الأسفل، وهنا تستطيع تعديل كما تريد إخواني اللونج أو مثلا في الوسط تستطيع التحكم في الاختصار. مثلا هنا اختصرت شيء الوصف، أقوم بوضعه كوبي، أعود بوضعه هنا لصق بدون تنسيق، لكن فقط إخواني تأكد أن هنا قمنا بكتابة 5 أفضل 5 أكلات يعني أو فودز. أقوم بتغيير العنوان فقط والضغط على كنترول في، جيد. هنا أستطيع وضع تبديل نص إلى عنوان، وهنا فقط أقوم بتصغير الخط لكي يظهر بشيء جيد، أيضا أستطيع التعديل هكذا. ثم إخواني أقوم بوضع الأطعمة في هنا في هذه الصفحة، سأختار إخواني كل هذه الأطعمة هكذا، مثلا الطعام رقم 1 من هنا، جيد، سأقوم باختصاره هكذا إلى غاية هنا، كوبي، أعود إلى هذا الموقع الخاص بالاختصار المقالات، أقوم بوضع هنا فقط لا تنسى بوضع رقم 1، وتقوم باختصار مثلا هذه الباراجراف، وهكذا إخواني تقوم بوضع 5. هنا إخواني بعد نسخ هذه المقالة كما تشاهدون أو هذا الملف، تستطيع نسخ المقالة كلها إذا أردت تقديم شيء مفيد، وأيضا هنا تستطيع التعديل مثلا بالضغط على هذا الخيار هنا رقم 1، وأيضا التعديل كما تريد، تنسيق لكي يظهر بمظهر جيد، وأيضا تكون الثقة، دائما نؤكد على الثقة. بعد انتهاء من هذا الملف سنقوم بمشاركته مع مشاركة الرابط أو الحصول على الرابط بالضغط هنا إخواني. نحن الهدف من هذا الملف الحصول على الرابط لكي نقوم بالتعديل ووضع رابط أفيليت فيه. هنا سأضغط على تغيير الإذن للسماح بكل شخص يملك هذا الرابط بقراءة الملف، أضغط على نسخ الرابط ثم أضغط على تم، بعدها أعود هنا وأختار كما قلت لكم سيتينج، ثم هنا في جنرال تجد الخيار هكذا، تضغط على ريديركت باش، أضغط على باست، جيد. وهنا تستطيع حذف سند إيميل، تقوم بحذفها، تدعها التأكيد أوتوماتيكيا، يعني عندما يقوم بإدخال الإيميل يتأكد أوتوماتيكيا، ثم أضغط على سيف. هنا فيما بعد تستطيع التعديل على الملف كما تريد، مثلا تضيف الأكشن هنا هكذا. وأنا كنصيحة إخواني وخبرتي في الأفيليت أنصحك بتقديم ملف بدون رابط أفيليت. لماذا؟ يكفيك فقط الحصول على إيميلات، بعدها سأريك ماذا ستفعل. هنا قمنا بكتابة ملف بدون روابط، يعني فيه فائدة فقط، الفائدة فقط إخواني، ولا يوجد فيه أي ترويج لأي منتج. ماذا أفعل؟ هنا انتهينا من الصفحة، قمنا بوضع السيتينج هنا، الرابط كما تشاهدون هنا، وأيضا كل شيء تم التعديل عليه. إذا كان لديك اشتراك تستطيع التعديل على الدومين كما تريد. نحن نشتغل مجانا، أضغط على سيف ثم سيف بابليش، جيد. الآن سأقوم بأخذ الرابط والضغط على كوبي، أتوجه إلى نافذة خفية لنقوم بفتح الملف في نافذة أخرى. هذه صفحة الهبوط الخاصة بنا، فقط يكفينا وضع الإيميل لنتحصل على الملف. أنا سأقوم بتجريب أحد الإيميلات المتوفرة عندي، وشاهد أنني هنا في صفحة الهبوط إخواني هنا في السبسكرايب لا أمتلك
أي إيميل لكي تتأكد فقط. لا يوجد أي شخص مسجل في القائمة البريدية الخاصة بي. كيف سنقوم بتطبيق طريقة؟ تابع معي. كما تشاهدون إخواني لدي إيميل، هذا الإيميل إيميل خاص بي. أقوم بنسخ الرابط وأتوجه إلى الصفحة التي قمنا بوضع فتح رابط صفحة روبوت فيها لكي نقوم بتجربتها. لكي أتحصل على الملف يكفي الضغط على الإيميل والضغط على Get Access. هنا يتوجه مباشرة إلى الملف كما تشاهدون، يقوم بالاستفادة وكل شيء. ما الفائدة من تقديم ملف بدون رابط؟ هي الثقة. بعدها يا إخواني الشخص عندما وضع الإيميل الخاص به هنا يعني مهتم بإنقاص الوزن. ماذا سيحدث في صفحة الروبوت الخاصة بنا؟ نضغط على Actualize، شاهد مباشرة نجد الإيميل ضغطة والإيميل الخاص به، شاهد مباشرة تم تأكيده. لماذا؟ لأننا حددنا في الخيارات. ما سنفعله إخواني كما تشاهدون هنا تم إضافة الإيميل، يعني أصبح في القائمة الخاصة بنا، لدينا مجانا 1000 إيميل. ماذا سنفعل؟ تضغط على برودكاست، لكن هنا إيميل سيندينج ديزابل. ستقوم بالضغط على كليك هير لكي تتواصل معهم ويقومون بفتح إرسال إيميل للقائمة البريدية الخاصة بك. تتواصل معهم، يقومون بوضع تفعيل هذه الخاصية. لكي ترسل لجميع القائمة الخاصة بك تضغط على نيو برودكاست كما تشاهدون، وهنا ستقوم بكتابة رسالة واحدة. من أين سأتي بالرسالة؟ ستوجه إلى أحد العروض المتوفرة في كليك بانك، وأيضا ستجد أنه يقدم Resource Affiliate Custom Ketodite. أضغط على Open، وهنا ستجد تقوم بملء البيانات هكذا، الإيميل الخاص بك و Get Affiliate Tools. وهنا سنبحث عن Landing Page، سنبحث على Email Sweep ونضغط على Download. بعدها أتوجه إلى صفحة الإيميلات، فهو يقدم إيميلات محترفة. أضغط على Extract Here، هنا أجد مجموعة من الإيميلات. هنا أضغط على Open. هنا إخواني كما تشاهدون الكثير من الإيميلات يقدمها لك المنتج. يعني فائدتها إخواني أنني سأقوم بوضع أحد الإيميلات في، وأيضا يخبرك أين ستضع الرابط. هنا سأختار مثلا إيميل رقم 2، هذا الإيميل رقم 2. أول شيء العنوان Subject كما تشاهدون، أقوم بنسخ Subject Copy، أعود إلى صفحة New Broadcast، أقوم بوضع Subject هنا هكذا، وهنا أقوم بوضع الكونتنت يعني نسخ الإيميل هكذا. سأقوم بنسخ البودي هكذا، هنا شاهد رابط الأفلييت ستقوم بوضعه هنا، جيد. كوبي، أقوم بوضع في الكونتنت باست، كل شيء جيد. هنا فقط الإيميل يور نيم مثلا، سنقوم بوضع اسم الخاص بي الذي ترسل له هكذا، وهنا اللاندينج باج أو رابط الأفلييت الخاص بك مثلا كليك هير، جيد. أيضا هنا سنقوم بالبحث عن أي شيء خاص بالرابط، مثلا هنا سأقوم بوضع، أعود إلى الإيميل هنا، هنا يوجد أيضا رابط سنقوم بوضعه في هذا الخيار كما تشاهدون. تستطيع وضع الرابط هنا ونسخه. هنا كما تشاهدون إخواني سأقوم بوضع الرابط هنا، هنا كليك هير، أضغط على هذا الخيار ثم أضغط من هنا. فقط أتوجه إلى كليك بانك للحصول على الرابط. أضغط على بروموت، وهنا إخواني تقوم بوضع اليوزر نيم وجنريتر. أضغط على كوبي، هنا فقط تأكد أنك ستربح على كل مبيعات 49 دولار، يعني شيء جيد. هنا أضغط على باست، وهنا تضغط على هذا الخيار عندما تكون لديك قائمة بريدية. أضغط على Add Link، أيضا هنا سأقوم بوضع اللينك أيضا هنا Add Link، جيد. فقط أتأكد من الرسالة
عفوا الرسالة هنا، هنا الرابط، الرابط أيضا متواجد في الصفحة الأولى، جيد، رابطين هذا شيء جيد. بعدها إخواني كل شيء جيد، أضغط على بريفيو، تستطيع الضغط على بريفيو لتشاهد كيف سيظهر. I can't no send. لماذا إخواني؟ لأنني لم أؤكد الحساب الخاص بي، فقط تقوم بمواصلة معهم لكي تستطيع الإرسال. هنا مثلا هاي فيرست نايم، الاسم الشخص مثلا، أي شخص مثلا، أي اسم إخواني، هنا تقوم بكتابته. وهنا send test close preview، هنا أضغط على continue. بعدها إخواني أنا لدي رسالة، رسالة أقوم بإرسالها لكل الإيميلات التي أتحصل عليها، كل الإيميلات التي أتحصل عليها يرسل لهم تلقائيا. فقط لدي واحد مشترك وأضغط على continue. فقط يجب عليك التأكيد هنا، تضغط على كليك، عفوا over here، تضغط على هذا الخيار clicking here لكي تتواصل معهم ويقومون بتفعيل الإيميل، ثم تضغط على continue. سيتم إرسال الرسالة كما تشاهدون، all subscribe send. وهنا كل شيء جيد، أقوم بتفقد الإيميل فقط. المهم إخواني الشيء الجيد في هذا، في هذه الطريقة، أنك سترسل الرسائل، ستصل إلى الإنبوكس، يعني شيء جيد. بعدها أعود فقط مرة أخرى إلى الحساب الخاص بي. الآن كيف سنروج صفحة الهبوط الخاصة بنا؟ أضغط على landing page لأخذ الرابط. هنا سنجد هذه الصفحة الهبوط التي قمنا بإنشائها بالضغط هنا، ثم الضغط على هنا edit، جيد، قم بنسخ الرابط بالضغط على share ثم copy. أتوجه إلى المصدر الترافيك الذي سنعمل عليه، هو كيورا. موقع كيورا إخواني يتحصل على أكثر من 500 مليون زيارة شهرية، 550 مليون زيارة شهرية. تستطيع الاستفادة فقط ببحث على النيتش الذي تريد، مثلا كيتو هكذا. والطريقة التي سأشرحها لك ستبعد عنك الحظر، تضغط على بحث، بعد الضغط على كيتو ستظهر لك كل الأسئلة. تستطيع مثلا إخواني، سأقوم بوضع الرابط هنا فقط، سأحتاجه رابط صفحة الهبوط. هنا مثلا إخواني في كيورا قم بالبحث على على أي شيء تريده، مثلا هذا العنوان سأقوم ببحث عليه في كيورا باست، والضغط على انتر، انتظر قليلا فقط. جيد، هنا اضغط على بحث لهذا النيتش. هنا كما تشاهدون اشخاص كثر يقومون بوضع اسئلة، انا ساضغط على الكويشن، لماذا؟ لاقوم بالاجابة او اضيف سؤال. هنا ساضغط على مثلا all tip واختار احد الاسئلة المتوفرة، مثلا كيتو فقط، لان الكلمة المفتاحية لديها أهمية كبيرة وخاصة في كيورا. هنا كل أسئلة خاصة بكيتو دايت، ماذا أفعل إخواني؟ مثلا أختار أحد هذه الأسئلة وأضغط على أوبن. هنا ستقوم بالإجابة على أي أسئلة بعد فهم مثلا هذا السؤال هكذا. ما هي تجربتك مع نظام غذائي الكيتو، الكيتونيك كما تشاهدون، كيتوجين؟ هنا سأقوم بأخذ هذا السؤال كوبي، التوجه إلى جوجل والضغط على باست هكذا. هنا كما تشاهدون في كيورا، في ميديوم، في مواقع كبيرة، مثلا هذا الموقع إخواني أضغط على أوبن. وهنا أقوم بأخذ هذه المقالة إخواني، هذه المقالة، وأقوم بإعادة اختصارها في هذا الموقع. يعني الفائدة أنني سأقدم له معلومات مثلا هكذا، هذه المعلومات كلها أقوم باختصارها كوبي في موقع كويل بوت بالضغط على سيمارايزر وأضغط على اختصار للمقالة هكذا. بعدها إخواني بعد اختصار هذه المقالة أقوم بأخذ هذا المقطع المختصر، أقوم بالإجابة على الضغط على أنسر هكذا، يعني إجابة منطقية. وفي الأخير إخواني مثلا read، مثلا هنا فقط read here how the best هكذا، the best
وأقوم بوضع هذا العنوان the best مثلا أو top control V the top 5 keto foods أقوم بالتعليم عليها وأقوم بوضع رابط صفحة الهبوط الخاص بي. هذا هو رابط صفحة الهبوط. أقوم بنسخه copy وأقوم بوضعه هنا في الإجابة بالضغط مثلا على هذا الخيار ثم لصق الرابط هنا والضغط على add. جيد. هنا أستطيع إضافة مثلا صورة أو إضافة أي شيء إخواني. تستطيع إضافة صورة. اختر أي صورة مثلا هذه الصورة over here. جيد. كل شيء جيد. الإجابة متواجدة والصورة وأيضا رابط. أضغط على post. وهنا إخواني عندما تكون إجابة مختصرة من أحد المواقع فلن يتم حظر الحساب أو الإجابة الخاص بك كما تشاهدون عند الضغط على read here to top 5 keto foods يضغط هنا يتوجه إلى صفحة الهبوط الخاصة بنا البسيطة فقط لكي يتحصل على ملف خاص بإنقاص الوزن أفضل أطعمة إنقاص الوزن يضع الإيميل نتحصل نحن على القائمة البريدية بالضغط على subscribe ثم إخواني نقوم بإرسال لهم الرسائل يوميا إذا أردت تغيير الطريقة مثلا تريد أنا أنصحك بهذه الطريقة أنت تريد وضع الرابط مباشرة هنا تستطيع وضع نفس الجملة هنا إخواني مثلا هذه الجملة الضغط على copy جيد أقوم بوضعها مثلا في أسفل هذه الملف بالضغط على control V كما تشاهدون وهنا يوجد رابط عفوا هنا سأقوم بوضع رابط affiliate خاص بي أضغط هنا حذف الرابط من هذا الخيار إزالة الرابط وتكبير حجم الخط والضغط مرة أخرى على الرابط أقوم بوضع رابط affiliate مباشرة إذا كنت تريد الضغطات واستهداف المباشر للأشخاص هكذا copy الضغط على نسخ للرابط عفوا هنا أضغط على الرابط ووضع الرابط paste تطبيق جيد أضغط على هنا الملف مباشرة سيظهر كما تشاهدون هكذا أصبح كل شيء جاهز عند الضغط هنا سيتوجه إلى رابط كليك بانك وأنت ستحصل على ضغطات هذا هو درسنا اليوم أرجو أن يعجبكم كل روابط إخواني ستجدونها أسفل هذا الفيديو فقط ادعمونا بالضغط على زر لايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.